هكذا متابعينا مستمعينا الكرام تابعنا الشوط الماضي ذهب مع مناور احمد بن علي بن عيسى الاكتبي 4:27. نرحب بالشوط التاسع بمجموعة الاشواط. الشوط التاسع يحمل بكشوفاته البكارة تقدم وسير مع نجود 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 ترقص على ارضية ميدان العطاي والجود جاسم بن محمد بن علي بن عمير الراشدي بينما انتقل مع المركز الثاني المركز الثاني الظبي عبد الله بن مبارك بن عامر الاحباب يتاخر الى المركز الثالث. المركز الثالث نجد الان الشامخ الدكتور سعيد بن سالم الشيخ والمركز الرابع قدمنا شويه خلنا اشوفه هناك المركز الرابع الغدوم مع المركز الرابع والتسلل الناعم بهذه اللحظات من قبل الغزي المنصور بن كميد بن ذويب العامري والمركز الخامس ادخلت الان ملو علي بن سعيد بن مصبح نعيمي المركز السادس وصلت الان اللي هي سلهود سيب بن مطر بن محمد النيادي المركز السابع نتأخر ونسير الى المركز السابع هذه الشابية محمد بن خميس بن راشد الظاهري المركز الثامن نجد الان اللي هي غارة حمد بن عبد بن فايل الزرعي من قدم لنا غارة مع المركز الثامن. المركز التاسع وصولا من قبل الشاهينية جمعة بن خميس بن راشد الظاهري والمركز العاشر رقم 10 هذه العاشرة اللي هي برمودة منصور بن سعيد بن هدوبة الوهيبي. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى للعشرة النجوم المتقدمة. روح مع مقدمة الشوط روح هناك بعد ما عدينا المراكز الأولى ننتقل مع مصورنا أسعد يسعدنا مع مقدمة الشوط خلك مع السعدات أسعد مع مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول. هذه لان تتصدر غيمة هذا الشوط اللي هي نجود 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 جاسم بن محمد بن علي بن عمير الراشدي قدم لنا نجود مع لائحة الإعلان الكيلو المتر الأخير سلهود وصلت سلهود تبحث عن الشوط تقود يقدمها سيف بن مطر بن محمد النيادي وصلكم بن مثله مع الشهابية محمد بن خميس بن راشد الظاهري يقدم لنا الشبابية بهذا الشوط. أحلوت المنافسة وصلت الاسماء وصل بن مصبح قادم بهذا الشوط يقدم لنا ملوحة علي بن سعيد بن مصبح النعيمي ووصلت مع المركز الخامس بشعار عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي ووصلت غارة حمد بن عبد بن فايل الزرعي. هذه ضيفتنا قادمة بهذا الشوط مع المركز الخامس المركز السادس قدوم هوايل محمد بن سعيد الخيباني النعيمي ولكن خلاص بنتقدم هنا مع مقدمة هذا الشوط نسير مع نجود يا راعي نجود خلك مع المركز الاول تقود مع ارضية ميدان العطاي والجود. هذه نجود جاسم بن محمد بن علي بن عمير الراشدي واعتقد انه خلاص بتقوم راسه بتنتهي راسه بلا اوامر ما شاء الله اوامر خفيفة. هذه لحظات وصول تهانينا والمبروك. المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني اللي هي سلهود سيف بن مطر بن محمد النيادي. المركز الثالث دخلت فيه مع المركز الثالث اللي هي غارة حمد بن عبد بن فايل الزرعي والمركز الرابع
اللي المركز الرابع وصلت فيه محنة محمد بن نايح بن سالم النعيمي، والمركز الخامس شواهين علي بن سعيد بن علي الاكتبي. عودة بالتهنية والناموس ما شاء الله، راعي نجود، نجود اللي قدمها لنا بهالصباح، نجود جاسم بن محمد بن علي بن حمير الراشدي، 4 دقائق 3 ثانية و4 تقزيم.